بالنسبة للكورس اللي هناخده، المفروض الماتيريال اللي هتشتغلوا منها اللي هي خاصة بكورس ريد هات، ماشي؟ بس مش شرط هنشتغل على الديستريبيوشن بتاعت ريد هات، بس اللي هي اوفيشال. ممكن نشتغل على ديستريبيوشن شبهها، نعرف هي ايه بالظبط بالتفصيل. اللي ما يعرفش اي حاجة عن لينكس، المفروض النهاردة الزيرو نوليدج عن لينكس للناس اللي ما عندهاش اي نوليدج خالص عن لينكس، ماشي؟ بقى طلبت من الناس اللي هي تكون عندها باك جراوند عن نتورك، وده انا طالبه برضو اللي انتوا تذاكروه بارل مع الكورس ده، نتورك وستورج، على اساس اللي هيكمل معايا ادمنستريشن الاثنين دول هيطلبوا بعض كده، مش في الفاندامنتالز، مش في الكورس ده بس، في الادمنستريشن لو ادمن 2 ادمن 3. لا لو هكملنا بعد كده ان شاء الله، المفروض هيبقى في بريكويزيتس للناس اللي هتكمل معايا، المفروض يكونوا فاهمين بيزكس ستورج وبيزكس خاصه بالنتورك عشان ما يعانوش بعد كده. طيب بالنسبه للكورس الاول اللي هو اللي يعتبر ادمن 1 او الاسينشالز، ده طبعا الاوفيشال دايز بتاعته، ده الاوفيشال اورز، المفروض اللي هو 40 اورز، المفروض اللي هو 5 ايام، كل يوم المفروض 8 ساعات. لو احنا هنشتغل اوفيشال المفروض اليوم بيبقى 8 ساعات. فاول يوم ده اللي احنا هناخده النهارده ان شاء الله، اللي هو الاول خالص انترودكشن، وده هناخد فيه الهيستوري بتاع اصلا اليونكس واللينكس، مش اللينكس بس، ماشي؟ بعد كده الكوماند لاين، اللي ما تعملش مع الكوماند لاين نهائي، ماشي؟ الكورس بالمناسبه كله هيبقى كوماند لاين، يعني الكورس الادمن 1 و2 و3 هيبقى كله كوماند لاين. بعد كده ازاي هاو تو مانج الفايلز، وهناخد حاجه اسمها الفايل سيستم تري، دي مهمه جدا، يعني النهارده يعتبر من اهم الايام، لسبب اللي احنا لسه هنتعرف على البيئه الجديده خالص بالنسبه لنا اللي هي اللينكس. ازاي نجيت هيلب من الكوماند لاين، عن طريق كوماند اسمها مان، في كوماند في كذا كوماند، في واتز، في كذا كوماند ممكن من خلاله افتح المانيوال بيجز بتاعت اللينكس. يعني بالنسبه لدي 2 هنتكلم على وركينج ويز تكست فايلز، ازاي نتعامل مع التكست فايلز، دي من المواضيع المهمه جدا، عشان بعد كده المفروض في الادمنستريشن كل حاجه في اللينكس هنعرفها اللي هي عباره عن فايلز، اي كونفيجريشن عايزين نعملها هتبقى تكست فايلز. فمهم جدا في الاسينشالز او في ادمن 1 اللي احنا هنتعلم ازاي نأديت ونفيو التكست فايلز، دي مهمه جدا. بعد كده اللوكال يوزرز والجروبس، هاو تو مانج اليوزرز، هاو تو كرييت نيو يوزرز نيو جروبس، ازاي نمانج الكرييتد يوزرز اصلا اللي موجوده بالفعل. بعد كده هنتكلم على البرميشنز، ازاي ندي صلاحيات للناس او لليوزرز الموجودين على السيستم اللي هم يأكسسوا فايلز معينه، وازاي نمنع منهم صلاحيات. بروسيس مانجمنت، هنتعلم ازاي نتعامل مع البروسيس، طبعا يعتبر بيزكس، في طبعا في الادمنستريشن كمان ادمن 2 ادمن 3 تعامل اكتر شويه مع البروسيس بعد كده، ده تكمله للليسون ده. بعد كده السيرفيس مانجمنت، ازاي نمانج السيرفيس اللي موجوده عندي، هنتعلم يعني ايه سيرفيس اصلا، سيرفيس كمفهوم عام، وازاي نمانج بقى اللينكس سيرفيسز، ازاي السيرفيس اللي موجوده عندي في اللينكس ازاي نتعامل معاها، ازاي نقفلها، ازاي نفتحها، ازاي نخليها اوتو ستارت، ازاي نعمل لها اوتو شوت داون، هاو تو كريت نيو سيرفيس ان ديتيلز، ده في ادمن 3 في الادفانسد مش هنا في الكورس ده، ازاي نكريت اصلا سيرفيس جديده، الكلام ده ادفانسد شويه. بعد كده هنتعلم طريقه ازاي ناكسس على الريموت سيرفر، دي مهمه جدا في اي انفيرمنت اللي هي الاوبن اس اس اتش، هنتعلم ازاي ندخل ريموتلي على سيرفر. بعد كده اللوجز، ازاي نتعامل مع اللوج فايلز بتاعت اللينكس، ودي مهمه جدا برضو. نتوركينج، هاو تو كونفيجر السيرفر بتاعنا، ازاي نكونفيجر النتورك بتاعته، الاي بي كونفيجريشن طبعا اللي هي الاساسيه، ازاي ناركايب الفايلز، اركايب وكمبريس الفايلز، ازاي نكمبريس ونأركايب الفايلز الاثنين، حاجه زي برامج زي الوين رير كده بالظبط في الويندوز، في برامج هناخدها بقى شبهها في اللينكس، تقابلت ان اصلا موجوده في اللينكس هنتعلمها برضو. سوفت وير باكج، دي من المواضيع المهمه جدا برضو، ازاي ننستول نابديت نان انستول اي باكج عندنا في ريد هات بالاخص طبعا. بعد كده هنتعامل مع الفايل سيستمز، هنشوف شويه نتعامل مع الفايل سيستمز السبورتد وبالاخص في ريد هات 7، بالنسبه للكورس ده ريد هات 7، يعني المفروض اللي هي الديستريبيوشن اللي احنا هنشتغل عليها او الكورس ده بيتارجت ريد هات 7 اللي هو الفيرجن الاخير اصلا من ريد هات. فهنشوف ايه النيو فايل سيستمز اللي موجوده في ريد هات 7 والفايل سيستمز اصلا القديمه اللي موجوده برضو قبل كده. فيرشواليزنج سيستمز، ازاي ايه هنتكلم شويه هنا عن الفيرشواليزيشن، عن السوفت وير البيلت ان اصلا بيبقى موجود مع ريد هات، حاجه زي الكي في ام هنتكلم عنه، ده من احد الهايبرفايزرز اللي بتبقى اصلا مع ريد هات. دي في الاخر طبعا ريفيو على الليسونز دي كلها.
طيب عايزين بس نتفق في حاجة عشان ما ننسى. طيب في البداية عايزين الناس اللي ما تعرفش اصلا ايه هو اليونكس اصلا واللينوكس، هو جه منين ونشأته ايه اصلا في البداية خالص. نتكلم الاول كده عن هيستوري عن اللي هو الاوبريتنج سيستم بالنسبه للموبايل بس سايلنت عشان ما ننساش برضو عشان الناس تستفاد اكتر شويه. كان في البدايه خالص لو اتكلمنا بقى عن يعتبر بقى الاصل بتاع لينكس كمان اللي هو اليونكس، كان في سنه 65 ناس معايا كده كان في اوبريتنج سيستم اسمه مالتكس، كان ده سنة 65. مالتكس ده كان المفروض اللي هو بيمانج هاردوير بس سبيكس قليلة جدا، كنا مثلا بنتكلم على الرام ساعتها بالكيلو بايتس وبالميجا بايتس، الميموري الاستورج كانت بالميجا، تمام، كان هاردوير قليل جدا. كان الاوبن سيستم ده موجود اسمه مالتكس. في عندنا مكان اسمه اي تي اند تي لابس، ده مشهور قوي، اي تي اند تي لابس بدأت تديفلوب في الاوبريتنج سيستم ده في الكيرنل بتاعته. الكيرنل هنتكلم عنها كمان شويه، الكيرنل اللي مقصود بيها الكور بتاع الاوبريتنج سيستم، ماشي، بدأت تديفلوب فيه وتجنريت كيرنل جديده، واللي هي الكلام ده كان سنه 1969 طلعت اوبريتنج سيستم جديد خالص وسمته بالمناسبه عكس كلمه مالتكس، عكس كلمه مالتي خلاته يوني، وكان السي اس دي زي ما هي كده يونكس بالشكل ده، يعني كلمة يونكس اصلا مش اختصار لاي حاجة، كلمة مالتي عكسها بس كلمة يوني، والسي اس سواها زي ما هي بقى يونكس، بعد كده بقى اسمه يونكس بالشكل ده كابيتال كلها كده كابيتال ليترز. والكلام ده كان اخر سنة 1969، تمام، يعني تقريبا مجازا والتاريخ ده هنستخدمه بالمناسبة في بعض الكونفيجريشنز اللي هو 1970، بيعتبر 1/1/1970، ده كان نشأة اوبريتنج سيستم جديد خالص اسمه يونكس كابيتال ليترز بالشكل ده، ماشي. مفيش اوبريتنج سيستم اسمه يونكس احنا بنعمله انستوليشن، لا، هو ده كيرنل اتعمل سنه 70 وبدات شركات كتير بقى بدات تديفلوب في الكيرنل دي، بدات تطلع ديستريبيوشنز او مش ديستريبيوشنز، انواع من اليونكس كيرنل دي، مثلا حاجه شبه شركه، في طبعا مليونكس سيستمز، حاجه مثلا زي شركه اي بي ام مطلعه يونكس سيستم اسمه اي اي اكس، ده مشهور قوي لغايه دلوقتي شغال. طبعا مثلا شركه زي صن اللي هي اوراكل دلوقتي حاجه اسمها اوبريتنج سيستم اسمه سولاريز، دول كلهم، و اتش بي يو اكس مثلا شركه اتش بي عندها اوبريتنج سيستم اسمه اتش بي يو اكس، وفي بي اس دي، في حاجه اسمها بي اس دي، في ماك او اس ده يعتبر يونكس بالمناسبه، ماك او اس وماك او اس اكس، دول كلهم كده دي اوبريتنج سيستمز كلها بنسميها يونكس بيزد اوبريتنج سيستمز، كلها اوبريتنج سيستمز مبنيه على الكيرنل بتاع سنه 70. يعني ايه مبنيه عليها؟ مبنيه يعني هي الكيرنل الموجوده بتديفلوب فيها، الشركه بتديفلوب فيها وتطلع اوبريتنج سيستم خاص بيها، ماشي. كل الانواع دي كلها كلوزد سورس، يعني كلها بفلوس ومش مفتوحه المصدر، مش اوبن سورس. كل اليونكس اوبريتنج سيستمز حتى الان موجوده، طبعا اليونكس اوبريتنج سيستمز موجوده، وهنتكلم كمان شويه اللي هي تعتبر هاي اند او هاي ليفل في الاماكن العاليه اللي هتلاقي عندها يونكس، وهنتكلم ليه كمان شويه، تمام. بالنسبه الكلام ده كان لغايه دلوقتي بالمناسبه الشركات دي موجوده وبتديفلوب في الاوبريتنج سيستمز بتاعتها، بس للاسف هي زي مايكروسوفت يعني كلوز سورس، يعني هي اللي بتديفلوب بس، يعني كل الانواع دي اي اي اكس سولاريز اتش بي يو اكس بي اس دي اللي بنتكلم مثلا عن كل اليونكس اوبريتنج سيستمز كلهم لغايه دلوقتي كلوزد سورس، يعني الشركات دي اللي بتديفلوب فيها بس، يعني مثلا سولاريز محدش يقدر يعدل فيها الا شركه اوراكل بس، عشان دلوقتي هو طبعا اسمه اوراكل سولاريز، شركه صن اتباعت لاوراكل فبقى اسمه اوراكل سولاريز. مثلا شركه اي بي ام هي اللي بتديفلوب بس في الاي اي اكس، وهكذا، هي زي مايكروسوفت في الحته دي، تمام. جه سنة 1984 بقى في شخص اسمه ريتشارد ستالمن، لو حد عمل سيرش كده في شخص اسمه ريتشارد ستالمن، ده موجود لغاية دلوقتي،
ده عمل كونسبت او عمل بروجكت اسمه الجينو بروجكت. جينو بروجكت ده كان سنه 1984. ده كان يهدف ايه البروجكت ده؟ يهدف ان كل السوفت وير على مستوى العالم يبقى اوبن سورس. سنه 84 هي النشاه لكونسبت جديد خالص او نوع جديد من السوفت وير اللي هو الاوبن سورس. اوبن سورس سوفت وير مقصود بالاوبن سورس ايه؟ كلنا كتبنا برامج قبل كده بالسي او سي بلس بلس. كلمه اوبن سورس اي شركه بالمناسبه سوفت وير هاوسنج لما بتيجي تعمل بروجكت او بتعمل سوفت وير على طول بتدي للكاستمر الاكسكيوتابل فايلز بتاعت البرنامج، ما تدوش الكود الا لو في اتفاقيه مثلا في الكونتراكت اللي انا هديك الكود كمان. مثلا شركه زي مايكروسوفت مثلا لما تيجي تعمل اوبن سيستم زي الويندوز السورس كود بتاع الويندوز بيبقى معاها هي، محدش بيشوفه خالص، ده كده بنسميه كلوزد سورس. الاوبن سورس لا، بيهدف ان اي برنامج انا هعمله هخليه اوبن سورس الكود بتاعه هيبقى اوبن للناس كلها على مستوى العالم. يعني ممكن ادخل على جوجل نداونلود مثلا السورس كود بتاع برنامج اوبن سورس، انزله واعمله ديفلوبنج براحتي واعمله ريكومبايل تاني لو انا عايز واطلعه باسمي او باسم الكوميونتي اللي انا فيه او الشركه اللي انا فيها. ده كلمه ده او ده الكونسيبت بتاع الاوبن سورس. ده كان بدايته كانت سنه 84. وفي اتفاقيه مشهوره قوي اسمها الجي بي ال اللي هو جنرال بابليك لايسنس. دي عباره عن اتفاقيه اي حد عايز يعمل سوفت وير اوبن سورس المفروض بيخضع لللايسنس دي اللي هي الجنرال بابليك لايسنس. دي اتفاقيه فيها بنود المفروض اخضع لها لو انا عايز اعمل السوفت وير بتاعي اوبن سورس. مثلا هديفلوب اي برنامج عايز اخليه اوبن سورس، المفروض الاتفاقيه دي تنص ان انا المفروض الكود ده ما يبقاش هدف للربح، المفروض اللي يبقى اوبن للناس، لو حد عايز ديفلوب فيه ديفلوب فيه عادي بشروط معينه. ماشي. الكلام ده كان 84. سنة 1991 في شخص اسمه لينوس تروفيل. لينوس تروفيل ده كان طالب في الجامعة بالمناسبة زيكم كده، تقريبا كان في ثانية او ثالثة جامعة. جاب اوبريتنج سيستم يونكس بيزد اوبريتنج سيستم اسمه مينكس، اشتغل على نوع اسمه مينكس. ده كان للريسيرش، يعني ده كان يونكس اوبريتنج سيستم بس فور ريسيرش، الناس بتستخدمه للريسيرش بتديفلوب فيه، مسموح ان انا ديفلوب فيه مثلا بطريقه معينه، عايز مثلا او اس جديد ممكن استخدمه. تمام. فلينوس تروفيل ده خد المينكس بدا يعدل فيه في الكيرنل بتاعته، وهو عمل كيرنل جديده خالص فروم سكراتش بس بيزد على ده، عشان كده بنسميها يونكس لايك اوبريتنج سيستم مش يونكس بيزد بقى، يعني يونكس لايك هي شبهها بالظبط فيها حاجات كتيره منها بس مش هي بالظبط. لا ده هو عمل واحده جديده خالص بس معتمده على المينكس وسماها لينوكس. الكلام ده كانت سنه 91. ولينوس تروفيل بالمناسبه لو دخلنا على جوجل او دخلنا عليه موجود لغايه دلوقتي، بس هو طبعا في الاربعينات دلوقتي كبير شويه يعني في السن. ماشي. اسمه لينوكس. طبعا لينوكس جاي من اسمه اللي هو لينوس، والاكس اللي هي جايه من يونكس. ماشي. الاكس عشان هو جاي من مينكس اللي هو اصلا يونكس. وهتلاقوا في البيزكس بتاعته بالنسبه للادم ادمنستريشن 1 اللي هو الكورس الاولاني، هتلاقي اللي هيشتغله هو ممكن يطبقه على اللينكس او على اليونكس، يعني كل البيزكس بتاعت اليونكس واللينكس واحده. في الادمنستريشن بيفرق قدام، بيفرق ما بين في فروقات بقى بين اليونكس واللينكس في الادمنستريشن. طب اللينكس بقى عمل ايه؟ اولا هو ده اوبن سورس اللينكس اللي هو عمله، اللي هي الكيرنل اللي هي فيرجن 1 كانت سنه 91 كانت اوبن سورس، ديت اللي هي فيرجن 0.01 اللي هي يعتبر اول فيرجن الفيرست فيرجن من اللينكس اوبن سورس، بقى كل العالم يديفلوب فيها علشان هي اوبن سورس. بقى في كوميونيتيز، بقى في انديفيدجوالز، لو حد ادفانسد شويه في السي ممكن يداونلود اللينكس الكود بتاعه والكيرنل بتاعته يديفلوب فيها ويريكومبايل الكيرنل تاني ويعملها باسمه او باسم الكوميونتي بتاعته او باسم الشركه بتاعته عشان هو اوبن سورس. لو دخلنا على التري او الحاجات اللي معتمده او الاوبريتنج سيستمز اللي معتمده على لينكس هتلاقي كتير جدا الوفات، وممكن كل يوم او كل مده قليله جدا هتلاقوا في حاجه اسمها ديستريبيوشن. بقى في لينكس في حاجه اسمها ديستريبيوشن، باختصارا بنكتب ديسترو او ديستريبيوشن. لينكس ديستريبيوشنز دي عباره عن ايه؟ انواع من اللينكس.
يعني في مثلا كوميونتي خدت اللينكس كيرنل وبدات تعدل فيها وطلعت ديستريبيوشن جديده، توزيع جديد، وحد جه على التوزيع دي اشتغل عليه، كلهم ديبندنت على بعض بالمناسبه. يعني كل الديستريبيوشنز اللي احنا شغالين عليها في اللينكس كلها بتبقى معتمده على واحده اساسيه. ماشي. من اهم الديستريبيوشنز في اللينكس مشهورين جدا حاجه زي الديبيان، ده مشهور جدا وموجود لغايه دلوقتي طبعا. ماشي. الديبيان ده فيه كتير جدا، في اوبن سيستمز كتيره قوي او ديستريبيوشنز معتمده عليها. في عندنا فيدورا، في عندنا ابونتو، هنفرق ما بينهم كمان شويه. في عندنا ديستريبيوشن اسمها ريد هات، في ديستريبيوشن خاصه بشركه اوراكل بالمناسبه اسمها اوراكل لينكس، دي معتمده على ريد هات بالمناسبه. في ديستريبيوشن اسمها ماندريفا، في مينت مشهوره قوي برضو، في حاجات كتير جدا، في سينتوس. تمام. في انواع كتير جدا من اللينكس لسبب اللي هو اوبن سورس اللي فيه ناس كتير جدا بتديفلوب فيها. طب حد هيقولي طب ما هو كده الموضوع بقى بيكسبوا منين الناس دي؟ يعني الشركات دي دلوقتي ما دام انا كده كده عامل ديستريبيوشن اوبن سورس، طب انا هكسب منين؟ اذا كان الكود بتاعي اصلا ببلاش، ممكن اي حد ياخده اصلا ويعمله ريكومبايل ويعمل واحد جديد. تمام. فهو بتهدف لايه بقى؟ يعني ايه الربح في الموضوع ده؟ في عندنا فرق ما بين كلمه اوبن سورس، دي مهمه جدا ككونسبت، في فرق ما بين اوبن سورس وفري سوفت وير. الاوبن سورس والفري سوفت وير، حد عارف الفرق بينهم ايه؟ اللي هو ايه الفرق برضو يعني؟ ايه تدفع فلوس عشان تسطبه، ده اللي هو مش فري. طب خلينا نفرق بس ما بين كونسبت الاوبن سورس والفري سوفت وير واحده واحده كده. اولا كل اللينكس ديستريبيوشنز، كل توزيعات لينكس اوبن سورس كلها. لو عندنا مثلا 1000 ديستريبيوشنز كلهم اوبن سورس. اوبن سورس مقصود بيها ان انا ممكن ادخل وداونلود الكود بتاعها واشوفه عادي، ده كلمه اوبن سورس، متفقين؟ ممكن اخده واعدل فيه كمان واطلع ديستريبيوشنز منه، ديستريبيوشن جديده اسف منه، ده كلمه اوبن سورس كده. فاحنا متفقين ان كل اوبن سورس. ده عكس الايه؟ عكس الويندوز واليونكس، مايكروسوفت اوبن سيستم اللي هي الويندوز واليونكس، ده كله ايه؟ كلوز سورس. كلوز سورس يعني السورس كود مع شركه مايكروسوفت، سورس كود مع شركه اوراكل، مع شركه اي بي ام، هم اللي بيديفلوبوا فيه، ده كلمه اوبن سورس. فالكود فري في كل اللينكس ديستريبيوشنز. اما بعد كده في نوعين من الديستريبيوشنز بقى، او في نوعين من الديستريبيوشنز او توزيعات اللينكس، في فري وفي كوميرشال. الفري يعني ايه فري؟ خلينا متفقين كده اللينكس ديستريبيوشنز كلها ممكن اسطبها فور فري. كل الديستريبيوشنز بتاعت اللينكس، ريد هات، اوراكل لينكس، سينتوس، ابونتو، كله فور فري اللي انا اسطبه عندي. والكلام ده مش موجود بالمناسبه في الويندوز. الويندوز بعد فتره هيقول لك اللي ايه، انت المفروض تكتب سيريال نمبر، صح؟ لا، في لينكس لا، لو انت شغلته فور ايفر ببلاش. كل الديستريبيوشنز، كل التوزيعات كلها فور فري فور يوسج، يعني الاستخدام فور فري، بس لو حصل مشكله انت اللي تصلحها. تمام. بتيجي بقى نقطه ثانيه، السبورت والابديتس بعد كده، ده اللي بفلوس بقى في بعض الديستريبيوشنز. تاني يعني الاستخدام عموما، لو انا عايز اسطب مثلا ريد هات عندي وانا اللي هسبورت الريد هات بتاعي، يعني لو حصل فيه مشكله انا عندي تيم اصلا هو اللي بيسبورت ليا، خلاص مش محتاج ان انا ادفع فلوس فور ايفر. مش هيقول لي بعد شهر لا ادفع فلوس، لا، ولا كراك بقى ولا الكلام ده، مفيش خالص في الموضوع ده. فاليوسج فور فري لا. بعد كده بقى لو انا محتاج سبورت، لو انا محتاج ابديتس جديده، في مثلا باجز في الكيرنل مثلا، فالشركه عملت لها فيكس، بس انا عايز انزل ابديت الجديد مثلا بتاع اللي بيفيكس الباج دي، او عايز انزل مثلا سوفت وير ابديتس مثلا لسوفت وير معين، الكلام ده بقى بيفرق. ده اللي بيفرق بقى ما بين ديستريبيوشن والتاني. في حاجات بتبقى فري وحاجات بتبقى كوميرشال. الفري مثلا زي الابونتو مثلا، ابونتو لو انا نزلته عندي فور يوسج والسبورت والابديتس وكل حاجه فور فري،
لو انا مثلا دخلت على الكوميونتي بتاعت ابونتو بسالهم سؤال فور فري وهيحلوها لي المشكله. الابديت لو انتوا مسطبين ابونتو وحبيتوا تنزلوا مثلا تنزلوا اي باكج اي سوفت وير جديد هتلاقي كل الكلام ده فور فري. مثلا حاجه زي سنتوس دي برضو سنتوس دي هنعرف كمان شويه اللي هي شبه ايه. سنتوس بالمناسبه اختصار للكوميرشال اسف كوميونيتي انتربرايز اوبريتنج سيستم. اختصار للكوميونيتي سي اللي هو كوميونيتي انتربرايز اوبريتنج سيستم. ده اللي غالبا هنشتغل عليه ان شاء الله بنسبه كبيره. دي هنشتغل عليه عشان فور فري ومفيده جدا معانا كاستخدام عشان كل حاجه فور فري. يعني لو عايزين ننزل باكجز من سنتوس فور فري، عايزين ندخل على الكوميونتي نسالهم فور فري، سبورت فور فري. على النقيض بقى الكوميرشال زي ريد هات مثلا. ريد هات انا هسطبها فور فري مفيش مشكله، هعمل انستليشن ليها، بس لو احتجت سبورت لا، شركه ريد هات مش فري. شركه ريد هات عشان تعمل لي سبورت لا، محتاج ان انا امضي معاهم كونتراكت يبقى بفلوس، عشان اطلب منهم مساعده بفلوس، وهم بيكسبوا من كده بقى، بيكسبوا من الجزئيه دي. مثلا عامل معاهم كونتراكت على حسب كمان الاس ال اللي انا ماضي معاه مثلا. والله في ليفلز منه كمان، انا لو في مشكله هتتحل مثلا في خلال يوم، في مشكله هتتحل في خلال ساعه، بيبقى في جارانتي. بالمناسبه الكوميرشال الشركات اللي بتبقى شويه كريتيكال الحاجه عندها في الغالب بتعتمد على الحاجات الكوميرشال مش الفري. ليه بقى؟ الفري مشكلته اللي السبورت ما بيبقاش مضمون. الفري اوبريتنج سيستمز بتبقى مشكلتها لو حصل مشكله عندي في السيرفر انا مش هضمن، ما فيش كونتراكت اصلا ما بين انا والشركه علشان يحل لي المشكله. يعني مثلا انا طلبت منهم مساعده وما ساعدنيش، خلاص ما فيش كونتراكت، ما فيش بيناليتيز على الكلام ده. اما الكوميرشال زي ريد هات، زي اوراكل لينكس، زي اوبن سيزو مثلا، في عندي اوبريتنج سيستمز كتير قوي او ديستريبيوشنز من الكوميرشال لينكس اوبريتنج سيستمز، اللي هي من الاخر شركه هرجع لها لو حصل مشكله، وفي كونتراكت وفي شروط جزائيه لو هو ما حلهاليش المشكله دي في زمن معين انا محدده هيبقى في بنالتي المفروض يدفعه. دي ميزه الكوميرشال طبعا، ماشي. بس طبعا بيبقى اغلى طبعا بكتير قوي من الفري. الفري انا كل حاجه ببلاش بالمناسبه، ماشي. بالنسبه للريد هات دي كوميرشال ديستريبيوشن اللي شبهها بالظبط سنتوس، شبهها بالظبط تيبيكال. يعني لو اشتغلنا على سنتوس هي نفس الكومنز بنفس كل حاجه على زي ريد هات بالظبط. ماشي. طيب في انواع تانية كوميرشال، في اوراكل لينكس، في انواع كتيره بقى كوميرشال. لو دخلنا على جوجل كده كتبنا، عملنا سيرش النهارده كده على اللينكس ديستريبيوشنز هتلاقي فيه تيبل كبير جدا وجايب لي الديستريبيوشن ديت كوميرشال ولا فري ولا نون كوميرشال، ماشي. وعرفنا المكسب بتاعهم بيبقى عامل ازاي بعد كده. بالنسبه للتوزيعات اللينكس بيبقى في حاجات للسيرفرز يعني ديديكيتد او اللي هي التارجت بتاعتها اللي احنا انستولها اصلا على سيرفرز، وفي ديستريبيوشن ثانيه على الديسك توب بتاعنا او على البي سي بتاعنا او اللابتوب، ماشي، اللي هي بتبقى شويه هيومن او فريندلي يعني اللي احنا هنتعامل معاها. فالحاجات اللي بتبقى للسيرفرز اشهر الديستريبيوشنز اللي بتبقى للسيرفرز حاجه زي ريد هات او بالاخص ريد هات انتربرايز لينكس، اسمه كده ار اتش اي ال، لا ريد هات انتربرايز، ريد هات انتربرايز لينكس ده مشهور قوي للسيرفرز. ده احنا كيوزرز ما نصطبوش عندنا على اللابتوب عشان نستفاد منه قوي، عشان هو التارجت بتاعته اللي هو اصلا بينزل على سيرفرز، ماشي، فمش هيبقى فريندلي قوي، الجرافيكس بتاعته مش عاليه قوي لليوزرز العاديه. مثلا حاجه زي اوراكل لينكس، حاجه زي ابونتو بس ابونتو سيرفر، في ابونتو ديسك توب وفي ابونتو سيرفر في الغالب بتاع السيرفر طبعا هو الابونتو سيرفر، وفي سنتوس. لو انا عايز استخدم ريد هات بس مفيش بادجت اللي انا ادفع سبورت او لا انزل الباكجز بفلوس وكده، فممكن اسطب سنتوس. في ناس كتيره بالمناسبه شغاله بيه بالفعل، في شركات ويب هوستنج كتير قوي في مصر شغاله بسنتوس، ما بتدفعش ولا مليم في اي حاجه، سبورت والباكجز وكل حاجه ببلاش. ودول في الغالب الناس اللي بتقول لهم بيشتغلوا ويب هوستنج، مثلا هتلاقيهم بيشتغلوا بي اتش بي اللي هو اوبن سورس برضو، هتلاقي شغالين على اباتشي سيرفر، اللي هي الحاجات كلها فور فري يعني، ماشي، اللي هم في الاخر خلاص الانفراستراكشر بتاعتهم او
كل السوفت وير اللي عندهم فور فري واوبن سورس طبعا. العكس بقى على الديسك توب، في طبعا في دورا برضو مشهور قوي للسيرفر، برضو للسيرفرز في دورا. في الديسك توب اللي مشهور قوي، في عندنا الابونتو، ابونتو ديسك توب ماشي. في برضو الفيدورا، بس الفيدورا يعني اكتر شويه للسيرفرز، بس الفيدورا الديسك توب بتاعته قويه برضو. يعني الابونتو لو احنا دخلناه هتلاقي فيه جرافيكس شبه الويندوز، هتلاقي فيه حاجه زي الاوفيس بس اسمها طبعا اوبن اوفيس او ليبر اوفيس. في برامج اللي هي لليوزرز، لو احنا عايزين انستول عندنا بقى لينوكس على اللابتوب، مش هقول لك مثلا لا تنستول اوراكل لينكس او سينتوس او ريد هات، مش هتستفاد منه قوي. هو ده بالفعل بيبقى موجه اكتر للسيرفرز، مستوى من السيرفرز ده انا اشتغل عليه، بس طبعا شغلنا هيبقى على فيرتشوال ماشين ماشي. في طبعا ديسك توب اوبري سيستمز كتيره ديستريبيوشنز برضو، بس من اشهرها الابونتو يعني ماشي. الابونتو بالمناسبه بينزل منها فيرجن 2 فيرجنز كل سنه، يعني اخر فيرجن من الابونتو هتلاقي 17.4، مش عارف بقى بيتا دلوقتي ولا ايه، يعني اخر حاجه هتلاقي 16.10، المفروض اللي هينزل 17.4، 17.4. فبينزل كل سنه نسختين من الابونتو في شهر 4 وفي شهر 10 ماشي. هتلاقيها مكتوبه كده مثلا 16.10، ده معناه اللي هو نازل في 2016 في شهر 10. وفي فيرجن تانية بتبقى من الابونتو هتبقى اللي هي اللي جايه بقى تبقى 17.4، واللي بعدها 17.10، وهكذا كل سنه بينزل من الابونتو 2 فيرجنز يعني ماشي. طيب بالنسبه للي احنا هنشتغل عليه اللي هو ريد هات، الكورس كله اصلا بيتارجت ريد هات انتربرايز لينكس 7. ريد هات في منها فيرجنز، في طبعا فيرجن، في ناس بالمناسبه لغايه دلوقتي شغاله على فيرجن 5 وفيرجن 6 اللي هو ريد هات 5 وريد هات 6، بس طبعا احدث حاجه موجوده دلوقتي ريد هات 7، ريد هات فيرجن 7 تمام. في الانفايرمنتس اللي موجوده الناس اللي شغاله لغايه دلوقتي شغاله هتلاقي 5 و6، بس لو في بروجكت جديد بننستول عليه ريد هات 7 على طول. لو في بروجكت جديد لسه بيحصل له امبلمنتيشن في الغالب بينزل عليه ريد هات 7. واحنا شغالين برضو لو في فيتشرز جديده في 7 هقول لكم ايه اللي كان موجود في 6 مكانه، بس ده في الادمنستريشن مش في البيزكس. البيزكس غالبا يعني بنسبه كبيره قوي هتلاقي واحد الا حاجات بسيطه قوي في البيزكس، حاجات بسيطه اللي اتغيرت ماشي. اما في الادمنستريشن اللي فيه بعض التوبكس اتغيرت نهائي من 7 ل 6 ماشي. ممكن نشغل على ريد هات، بس مشكله ريد هات اللي احنا لما نيجي انستول باكجز محتاجين ليه يبقى في كونتراكت مع ما يبقى محتاجين لها سبورت اكونت على ريد هات، فده هيبقى صعب بالنسبه لنا احنا كايه كانديفيدجوالز، احنا مش شركه. فالمناظر له سنتو 7، سنتو 7 ده اللي هنشتغل عليه فعليا، وكل الكورس ممكن يترن على سنتو 7 عادي، وهو هو بالظبط ريد هات يعني نفس الكوماندز بكل حاجه. الفرق اللي السبورت ده بفلوس والسبورت هنا ببلاش، ده الفرق ما بينهم بالمناسبه. وفي ناس شغاله برودكشن بسنتوس زي ما اتفقنا، في ناس شغاله بالفعل في انفايرمنتس بره برودكشن شغالين بسنتوس. في مشكله في الكلام ده؟ اتفضل. سنتوس في الاخر خالص لو دخلنا بالمناسبه، يعني انا عايز هقول لك لو دخلنا على الكوميونتي بتاعت سنتوس كلها، انت عارفه يعني هي كوميونتي في ناس داخله في الاخر خالص هي هي اصلا شغاله في شركات وشغالين ادمنستريتورز اصلا، وداخلين في الكوميونتي دي على اساس ان هم يساعدوا الناس، بس اللي هم يساعدوا الناس فور فري، ده فكره سنتوس. وابونتو نفس الكلام، ما بيدفعوش للربح، مش انتربرايز بقى زي ريد هات ولها مقر وكده. يعني ريد هات بالمناسبه لها مقرات، يعني لها اماكن فعليه وشركه كبيره وبالفعل وبتكسب من الكلام ده. اما سنتوس لا، يعني ناس على مستوى العالم عاملين كوميونتي بحيث ان هم يساعدوا الادمنستريتورز او يساعدوا الشركات لو عندهم مشكله، يساعدوا الكاستمرز. بس مشكلتها اللي هي ما بتبقاش جارانتيد قوي ان الحاجه دي هتتحل، ما بتبقاش يعني بصوا على طول الليفلز او الشركات عموما او الكاستمرز ما بيثقوش قوي في الحاجات الفري، الا الستارت اب كامبانيز او الشركات اللي هي ايه مستوى قليل شويه اللي هو ما عندهمش اصلا بادجت يدفعوا السبسكريبشن او الكونتراكت بتاع ريد هات. ماشي اتفضل. كنت مش تبع هم واخدين الكيرنل بتاعت ريد هات
وعاملين شبهها بالظبط تيبيكال بنفس كل حاجه عشان هي اوبن سورس اصلا. ليه اوبن سورس؟ لا 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 دي حاجه يعني ريد هات حاجه وسنتوس حاجه، دي كيرنل ودي كيرنل، بس في الاخر خالص الموديولز اللي في ريد هات هم بيعملوها تاني، وده ليجل بالمناسبه عشان ريد هات اصلا اوبن سورس. وصلت؟ والفرق بقى في السبورت، في الفرق اللي الكيرنل دي لو حصل فيها مشاكل عندك او حصل اي بروبلم عندك انت بتطلب من الكوميونتي بتاعت سنتوس يحلوها ببلاش. ماشي؟ يعني هدخلكم عليها كده لحظه. داخل بس اكسس بوينت والنتورك هنا، الشبكه اصلا بتاعت فودافون قليله شويه. اها سنتوس بروجكت. لا معلش اسف، دي حاجه اسمها سنتوس برضو بس مش الكوميونتي اللي هي بتاعت اللينكس. سنتوس بروجكت هو ده، هو دوت اورج مش دوت كوم، اسف. الموقع بتاعهم سنتوس دوت اورج. و اوريكم برضو كده لغايه ما ده يفتح. طبعا هتوضح معانا الحته الفري دي قدام شويه لما نيجي نشرح اصلا الباكج مانجمنت ازاي انستول باكجز في ريد هات. دي الحته الوحيده اللي مش هتعرف تعملها على ريد هات بالمناسبه، انت مش هتعرف انستول باكج اصلا من على ريد هات عشان هي بفلوس. محتاج انت تجوين حاجه اسمها ار اتش ان اللي هي ريد هات نتورك، لازم انت تجوين عندهم وده بفلوس عشان تشترك اصلا في ريد هات. اما سنتوس لا فور فري. اها طب لغايه ما الاثنين دول يفتحوا. ماشي نرجع تاني هنا. يبقى اللي احنا عرفناه بس كده في البدايه خالص سريعا للناس اللي كانت لسه جايه، عرفنا هيستوري ايه هو اليونكس اصلا. وبالمناسبه بقى الليفل بتاع اليونكس هنعرف كمان شويه انهي شركات اللي شغاله يونكس وانهي الشركات اللي شغاله لينكس. بس على الاقل هتلاقي السيرفرز اللي ما عندوش امكانيه باليونكس هتلاقيه على طول بيجيب لينكس. يعني نادرا ما هتلاقوا في سيرفرز بالذات اللي هي الكور سيرفرز او اللي هي السيرفرز الكبيره، نادرا ما هتلاقوها ويندوز. ماشي بالنسبه للشركات اللي شغاله يونكس، هو بالمناسبه اليونكس لو احنا اتكلمنا مثلا حاجه زي سولاريز مثلا، اوراكل سولاريز دي من انواع او من الفيندورز المشهوره قوي. شركه اوراكل بتديفلوب في اليونكس وبتطلع سيستم اسمه سولاريز، واحدث حاجه فيه سولاريز 11. قوه سولاريز بالمناسبه قوته عن اللينكس العادي اللي هو الهاردوير بتاعه، الهاردوير اللي انا بعمل انستليشن للاوراكل سولاريز عليه. عارفين طبعا الاو اس بالمناسبه بيعتمد على الهاردوير، الاوبريتنج سيستم بيعتمد على الهاردوير. يعني لو اتكلمنا كده عن الاوبريتنج سيستم اهو، لو قلنا ان ده الهاردوير بتاعنا، الاوبريتنج سيستم اللي بيتسطب هنا المفروض اللي هو بيكون بيسبورت الهاردوير ده، عشان هو في الاخر الاو اس هو عباره عن ايه؟ ليفل ما بين اليوزر او ما بين الابلكيشنز بالاخص الابلكيشنز وما بين الهاردوير اللي هو الابلكيشنز دي اللي اليوزر يعرف يتعامل معاهم طبعا، الابلكيشنز دي. فالاوبريتنج سيستم ده بيبقى ديبندنت على الهاردوير. اليونكس اوبريتنج سيستم ميزته اللي هو بينزل على باورفول ماشينز اقوى من اللينكس. يعني قلنا اوراكل سولاريز مثلا بتسبورت حاجه اسمها اوراكل سبارك ماشينز. سبارك ماشينز لو كان مثلا على اي بي ام اي اي اكس بينزل على ماشينز باورفول برضو، حاجه اسمها اي بي ام باور بي سي او باور ماشينز اللي هي اي بي ام باور.
دي لها بروسيسورز اقوى بكتير قوي من الانتل، دي لها بروسيسورز اقوى من الانتل. اللينوكس، اللينوكس اللي هو الليفل اللي احنا بنتكلم عنه بقى، اللينوكس بينزل على انتل ماشينز وبعض انواع الباور بي سي بس مش كلها، يعني مش بتسبورت الباور ولا بتسبورت السبارك. فهي كل اللينكس ديستريبيوشنز اللي احنا هنشتغل عليها او على السيرفرز، كل السيرفرز تبقى انتل. فالانتل مشكلته اللي هو اقل من السبارك، اقل من الباور بتاع اي بي ام، اقل من السيرفرز. فدي من قوه اليونكس اللي هو بينزل على باورفول ماشينز. فطبعا عشان هو بينزل على باورفول ماشينز بالمناسبه بيبقى اغلى بكتير قوي من لينكس، اغلى كهاردوير واغلى كسبورت. اليونكس بيبقى غالي جدا. فهتلاقي على طول الليفل اللي شغال يونكس في العالم، هتلاقي مثلا الليفل بتاع البانكينج سيستمز بتاع البنوك بتاع شركات البترول، هتلاقي الليفلز اللي هي الشركات العاليه قوي التليكومنيكيشن ماشي. لو كان مثلا زي فودافون مثلا، فودافون تقريبا نسبه 99% من السيرفرز اللي عندهم كلها يونكس. لو كان مثلا على البنوك، في البنوك كتير قوي بيستخدموا اي اكس ماشي، ليه؟ معاهم بادجت يدفعوا السبورت بتاع يونكس، معاهم بادجت يجيبوا هاردوير. الهاردوير على طول بتاع الانتر رخيص. السبورت بتاع اللينكس كسبورت ككونتراكت مع ريد هات او مع اوراكل لينكس او مع اللي هي شركات بتاعه اللينكس ارخص من اليونكس. اليونكس ما فيهوش فري اوبريتنج سيستمز، اليونكس ما فيهوش فري، اللينكس فيه فري، في حاجات فري اصلا، يعني ممكن ما تدفعش اصلا كونتراكت، ما تدفعش اصلا سبورت. اما يونكس لا، اليونكس انا ما دام انا نزلت عندي يونكس في الغالب بنسبه كبيره جدا لازم اعمل كونتراكت مع شركه، مثلا شركه اوراكل، مع شركه اي بي ام، مع شركه اتش بي. فالليفل بتاعه عالي جدا، فده يعتبر هو الهاي ليفل من اوبريتنج سيستمز كلها اللي هو اليونكس ماشي. يبقى تراستد طبعا وريلايبل في اي انفايرمنت عن اللينكس وعن الويندوز طبعا. الشركه الميد رينج ماشي ما عندهاش بادجت تجيب يونكس هاردوير ولا تجيب سبورت بتاع اليونكس، بتنستول لينكس، ما بتعملش انستولشن للويندوز. طب ليه بقى؟ يعني على الاقل انا ما عنديش امكانيه اجيب يونكس، ممكن اجيب لينكس، ممكن اجيب فري اوبريتنج سيستم من فري ديستريبيوشن من لينكس. ليه؟ مشكله الويندوز حاجات كتير قوي. يعني ويندوز كويس جدا كيوزرز بالمناسبه، انا كيوزر ممكن اسطب ويندوز، بس طبعا مع موجود برضو كونسيرنز، موضوع الفيروسز اللي بيجي، موضوع اللي لو في مشكله، موضوع الريستارت الكتير في الويندوز، الكلام ده كله مش موجود ولا في اليونكس ولا اللينكس ماشي. مشكله الويندوز ما يقدرش اعتمد عليه في انفايرمنت كبير، ما ينفعش احطه على كور سيرفر مثلا مليون واحد بياكسسه مثلا. مشكله الويندوز اللي هو مش ريلايبل ماشي، ما فيهوش هاي افيلابيليتي او سكيورتي زي اليونكس واللينكس. ما هو طبعا بتكلم على ويندوز سيرفر، احنا بنتكلم على ادمنستريشن، بتكلم على ويندوز سيرفر. ويندوز سيرفر 2008 2012 ماشي، بتكلم على ويندوز سيرفر عموما للسيرفرز ماشي. فالويندوز للاسف هو افضل حاجه للمايكروسوفت عملتها بالمناسبه هو الاوفيس، ده في اعتقادي يعني الاوفيس، مايكروسوفت اوفيس ماشي لليوزرز العاديه. انا مثلا في شركه كبيره هتلاقي الويندوز موجود بالمناسبه، يعني في اي انفيرمنت هتلاقي ويندوز، بس للحاجات الايه، للحاجات اللي هي الصغيره. يعني ممكن احطه لليوزرز مثلا، لو رحنا مثلا للتيلرز مثلا في بنك ممكن تلاقوا الماشينز بتاعتهم عليها ويندوز، بس على طول الكور بانكينج سيستم اللي هو في الباك اند هتلاقي على طول يا اما يونكس يا اما لينكس ماشي. الويندوز برضو في منه بعض السيرفرز، زي مثلا من الحاجات الكويسه في الويندوز حاجه زي الاكتف دايركتوري، دي من الحاجات القويه برضو في الويندوز، في ناس بتنزله اكتف دايركتوري اللي هو الدومين كنترولر بتاع مايكروسوفت. بس كويب سيرفر، داتابيس سيرفرز، بقيه السيرفرز كلها، الميل سيرفرز دي كلها مش يعني ما فيش حد بيعتمد على ويندوز سيرفر فيه، كله بيعتمد يا اما على اليونكس واللينكس ماشي. مشكله الويندوز اللي انت اصلا لازم طبعا في فلوس، هتدفع فلوس كده كده ما فيش حاجه اسمها فري. مشكله اللي هو مش ريلايبل، يعني ابسط حاجه في الويندوز في كتير قوي بتعمل فيها ريستارت، في تاسكس كتير قوي اصلا في الريكومنديشن بتاعه مايكروسوفت اعمل ريستارت بعدها، حصل مشكله انت هتلاقيك بتعمل ريستارت المشكله بتتحل لوحدها، مفيش حاجه اسمها كده في اليونكس واللينكس خالص. يعني تقريبا ممكن اليونكس ممكن تقول لو احنا شغالين مثلا 24/7 في الاسبوع، يعني 24 في ساعه في اليوم 7 ايام 365 يوم في السنه، ممكن تقريبا ممكن ما تحتاجش الا ريستارت واحده في السنه، ممكن ما تحتاجش ريستارت نهائي لليونكس اصلا.
يعني في بعض السيستمز ممكن تدخل عليها لو رنيت كوماند معين ممكن تلاقيها مثلا شغاله بقالها 5000 يوم مثلا، دخلنا كده مثلا على 9 سنين مثلا شغاله بدون ريستارت اصلا. لا غير الهاردوير، احنا عاملين كلاستر مثلا او عاملين اي ابيليتي على الهاردوير اللي هو في كلاستر له، بس انا بتكلم على الاو اس، مشاكل الاو اس. ممكن تلاقي مثلا سنه كامله الاو اس ما حصلوش ريستارت في اليونكس، على عكس كده انت ممكن اقصى عدد ايام مثلا في الويندوز ممكن شهر مثلا ماشي الويندوز سيرفر ماشي. احنا عندنا مثلا سيف في اليونكس من النوادر اللي انت تاسك تحتاج ريستارت ماشي، فدي من الحاجات الكتير من اهم حاجه. انت بالمناسبه اهم حاجه في اي انفايرمنت الداون تايم، الداون تايم ده من الحاجات الكارثه في اي سيستم بالذات برودكشن انفايرمنت. لو انت عندك برودكشن انفايرمنت المفروض تقلل جدا الداون تايم، مثلا ممكن يبقى 5 دقايق في السنه كلها 10 دقايق، لا انت جيت على الويندوز ممكن تلاقيه 10 ساعات في السنه. لمده مثلا في خلال السنه كل شهر مثلا بعمل داون تايم مثلا ساعه في الويندوز. اليونكس واللينكس ما فيش الكلام ده، وبالاخص اليونكس كمان، بالاخص اليونكس. ليه؟ اليونكس الماشينز بتاعته باورفول ماشينز عن اللينكس كمان ماشي. يعني انت زي ما انت بتقول ممكن يكون يحصل باور فيلير مثلا او يحصل فيلير اصلا في الهاردوير، ميزه بقى اليونكس اللي الهاردوير بتاعه باورفول ماشي، والبروسيسنج باور بتاعته قويه جدا، كبروسيسور ارتيتشر بتاعته قويه جدا بتستحمل اكتر من انتل ماشي. طيب لو شفنا الاول الديستريبيوشنز هتلاقي هنا في تيبل كده لو حبينا ندخل عليه نشوفه، التري دي فين فين اهي، شايفين التري الكبيره قوي دي؟ لو كبرناها شويه معلش، لو انتوا بصوا على حاجه يعني دوروا على التري كده عندكم ونزلوها، دي تري كبيره جدا، دي كلها ديستريبيوشنز من لينكس بالمناسبه. طبعا مش واضحه قوي، دي كلها ديستريبيوشنز. مثلا هتلاقي هنا في ديبيان مثلا، تلاقي فيها ديبيان هي مش واضحه قوي معلش، المفروض تكبر شويه. هتلاقوا هنا في ديبيان، هتلاقي في منه مثلا 1000 ديستريبيوشن معتمد عليه مثلا في الحدود دي. مثلا هتلاقي في هنا مينت مثلا، هتلاقي في ديستريبيوشن كبيره قوي الناس كلها معتمده عليه عشان هي اوبن سورس، عشان لينكس اوبن سورس. لو جيت على اليونكس مش هتلاقي الكلام ده ماشي. سنتوس اللي انا قلت لكم عليها، سنتوس بروجكت لو جيت مثلا قلت الكوميونتي موجود، الكوميونتي لو انت عايز تدخل فيها، عايز تدخل في الفورمز بتاعتها الاي ار سي ده بالمناسبه شات، ممكن تنزلوه وتساله فيه. الاي ار سي ده ابلكيشن كده ممكن تنزله شات مع الناس اللي هم الادمنستريتورز او السبورت. ممكن تدخل في الاباوت ونشوف اباوت سنتوس، هو بيقول طبعا اهو بصوا كده، سنتوس لينكس ديستريبيوشن از ستيبل بريديكتابل اند مانجبل اند ريبروديوسبل بلاتفورم درايفد فروم سورسز اوف ريد هات انتربرايز لينكس، جايه من سورسات بتاعت ريد هات. هم قايلين كده نصا يعني عشان هم ليجل، الكلام ده ليجل اصلا في اللينكس. اللي انا ممكن اخد من ديستريبيوشن ثانيه، ديستريبيوشن ثانيه تاخد مني الكلام ده فري يعني ما فيهوش مشكله ماشي. بس طبعا هتلاقي في كل ده لو انتوا قراتوا الكلام ده هتلاقي في الاخر اصلا هو ما بيهدفش للربح ماشي. طيب بالنسبه للكورس بتاعنا نرجع تاني للكورس بتاعنا ده، طبعا الكتاب ده هشيره معاكم، الكتاب ده بتاع ادمن 1 ادمنستريشن 1 ده عباره عن 442 صفحه ماشي. ده الكتاب بتاع ريد هات ماشي، اللي هو بتاع ريد هات انتربرايز لينكس ادمنستريشن 1 اللي هو اول ليفل خالص. لو شفنا بس الليسونز اللي جواه اهو، شابترز اللي هو اكسسنج ذا كوماند لاين ماشي، هو طبعا ما فيهوش الهيستوري اللي احنا شرحناها دي تمام. مانجنج الفايلز فروم كوماند لاين، طبعا احنا المفروض اللي احنا كلنا تقريبا بنزل مثلا 95% مننا ما اتعملش قبل كده مع كوماند لاين، هنعرف الكلام ده بالتفصيل ماشي. بعد كده كل الليسنز اللي احنا قلناها من شويه بالتفصيل بقى بالديتيلز بتاعتها ماشي، وهتلاقي كل ليسون مشروح هنا. بصوا كده مثلا ليسون 1 اقول لكم بس ماشيه ازاي الماتيريال هنا. بصوا مثلا اكسسنج ذا كوماند لاين، هتلاقوا في بعض الكويستشنز هنا. بصوا كده مثلا وهو ماشي مثلا في كويز اهو، مثلا في اسئله، الاجابات بتاعت الاسئله دي بتبقى في الاخر خالص، هو ده زي توصيل كده طبعا، زي مثلا ايه شرح جزئيه معينه بيسال عليها ايه اسئله، الاجابات بتاعت الكلام ده في اخر المرجع خالص، يعني توصيل جايب لك مثلا معلومه بيقول لك هي انهي واحده من اللي فوق وهكذا. اي اسئله عموما هتلاقي كل ليسون كل شابتر اجاباته في الاخر خالص اخر الكتاب ده، لو الناس عايزه تطبعه او تاخده معاها تذاكر منه الاجابات في الاخر خالص ماشي.
طيب في البداية خالص عايزين بس أول حاجة عايزين نعملها انستول ريد هات 7 ماشي؟ آسف سنتوس 7 اتفقنا بقى خلاص؟ أنا كده كده هديكوا السورس بتاع سنتوس وريد هات لو أنتوا عايزين يعني السورس بتاع ريد هات 7 وسنتوس هديلكوا الاتنين ده هننستوله على فيرتشوال ماشين هننستول سنتوس 7 على فيرتشوال ماشين وفضل طبعا ان الناس انستول عندها على اللابتوب عشان لو انتوا عايزين تكملوا شغل في البيت ماشي عايزين تكملوا مثلا الحاجات التاسكات اللي احنا طلبناها عايزين تكملوا عليها تعملوها عندكم على اللابتوب ماشي ده على فيرتشوال ماشين طبعا ممكن تستخدم في ام ورك ستيشن او فيرتشوال بوكس الاثنين سيان بس طبعا فيرتشوال بوكس ميزته اللي هو فور فري ماشي انا شخصيا هستخدم فيرتشوال بوكس طيب بالنسبه لل ده هنعمله النهارده الانستليشن في بعض الستبس في الانستليشن هنشرحها از تيز دلوقتي المفروض يعني تشرح في الادمنستريشن بعد كده يعني مثلا تقسيم الهارد ديسك مش هناخده دلوقتي هناخده في الادمنستريشن قدام اللي هو في ادمن 2 مش في ادمن 1 في بعض الحاجات هنعديها في الانستليشن هنبقى نعرفها بعد كده بالتفصيل ماشي بالنسبه للسورس بتاع سنتوس برضو ده انا هنشوف طريقه اللي احنا نشير بيها كل الماتيريال بالسورسز بعد كده اهي في ديستريبيوشنز برضو لو حد محتاج ديستريبيوشنز تانية في سنتوس 6 طبعا معايا في سنتوس 6 اهي وفي سنتوس هتلاقي في ابونتو طبعا في فيدورا في لينكس مينت في ريد هات بكذا فيرجن 5 و6 و7 في سنتوس 7 اهي دي عبارة عن 4 جيجا السورس بتاعها ايزو 5 ماشي ده اللي احنا هنستخدمه طبعا ماشي اللي هو ده طيب في البداية بس انا عايز نبتدي فيها سهل جدا الاستوديو مفيش اي مشكلة خالص زي ما فيش فرق خالص في الكوماندز في الادمنستريشن مفيش اي فرق خالص